كلنا طبعا فينا اخطاء، واكيد حضرتك وانت في السلطه لما كانت الصحافه بتاعت الثوره المضاده بتهاجمك وكان بتجيلك التقارير كنت بتقول لهم لا لا خلاص سيبوهم يتكلموا. بالضبط. ووصل نفس الشيء للرئيس مرسي. بالضبط. وهذا خطأ. وفعل فعل فيه نفس الشيء. هذا خطأ. وأنتم الاثنين الأساتذة الدكاترة المناضلين الاثنين فكرتم بنفس التفكير، بس هو الفرق هو إسلامي وأنت علماني على إسلامي بسيط يعني مش. نعم. لماذا نفكر هكذا؟ هذا خطأ. خطأ تعترف إنك غلطت. طبعاً هو ده خطأ. كان يجب تعمل إيه مع الإعلام ده؟ شوف خطأ كبير، لأنني بالنسبة لي أنا ذاك كانت القضية بكل صراحة أنه أنا إنسان عندي ثقة في نفسي وهذه أكاذيب حقيرة والشعب لن يصدق أبداً هذا. مشكلة أنه جزء من الشعب صدق هذه، يعني صدق هذه. أنا أعطيك قصة صغيرة في الحملة الانتخابية. جاتني مرأة عجوز قالت لي شوف أنا لن أنتخبك. ليش لن تنتخبين؟ قالت لي أنا لك تسيب في المساجين وتسيب علينا في الـ في الـ في الـ في المجرمين. قلت لها كيف تسيب المجرمين؟ قالت لي أنا تعطي عفو كل عام. يا ستي هذه من تقاليد الدولة التونسية منذ 56 انه دائما وزارة الداخلية بترفع العدل، يعني جيب لي جملة من الاشياء فامضي. وهذه يعني ناس مريض بسرطان والاخر عجوز والاخر اكمل مهمته. الاعلام ماذا قدم للناس؟ قدم انه المرزوقي فيه ناس اللي قالوا اللي انا ابيع العفو، وقالوا عن الرئيس مرسي انه افرج عن الارهابيين. بالضبط افرج عن هذا تم من الدخل. الناس صدقت. وين الغلطه؟ الغلطه انه هؤلاء الناس كان يجب ان يوضعوا في السجن. مش عطيك يعني احدى القصص ايضا التي يعني في لما جانا جلالة الملك محمد السادس إلى تونس، علاقة طيبة وحميمية، جلسنا في لقاء ودي جدا. بعد كده خرجنا فإذا به يعني واحد خردوق وكذا مخرج خبر أنه الملك محمد السادس خرج غاضبا ورجع بطائرته إلى تونس وكذا، وصارت أنك قادت أن تكون أزمة يعني، لأنه شو هالأكاذيب. أنا هذا الشخص لما جاؤني بالملف بتاعه نفس الشيء ضحكت قلت والله ما هذا الغبي. لم تتخذ قرار. كان مفروض أنه أنا ذا ينقدم به قضية ويدخلوا إلى السجن. هذا الخطأ أنا أعترف هذا به. اعتراف مهم جدا. هذا أنا أعترف به. كلكم هذا الرجل. وبالتالي يعني كل الآن الآن لما يعني تصير فيه ثورة وتصير فيه ديمقراطية وتصير كذا يجب وقوانين صارمة لمحاربة الكذب في الإعلام، قوانين صارمة لمحاربة الفساد في الإعلام، قوانين صارمة لمحاربة الفساد في الأحزاب. هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية الديمقراطية.